D1FM 91.2. الو التهامي اون بيرسون معاك. الو وي السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا سي حسين شنو احوالك يا اخويا؟ الحمد لله. شنو احوال الوالد؟ والله الحمد لله عايشك. ما هو انتم الغلافة ولا؟ ان شاء الله. يعيشك ربي عينك يا سيدي. يعيشك. بربي انا اعطوني نمروك الاولاد قالوا لي معناتها صناعي غلاف في البيت. اي. ديسبونيبل ولا؟ والله اش تعمل انت؟ تحب نجي نعمل عندك فيزيتا؟ باهي الله يبارك. ما هو تغلف في البيت انت ولا؟ غلاف باهي. ان شاء الله. نحب تعرف شنو نحب نعمل انا بالضبط ولا؟ اي. نحب نغلف المعدة نتاعي مهرية. باهي. عطينا المعدة نتاعي مش تهرد. اي نحبك تغلفني بالفيكس يا سي حسين. اي بالفيكس. اي. من بعد انا غلفتك كنت تغلفني بعد حسين. انت ماكش مريض كان انا راني مريض. كان شوفانا. اش بيك مريض انت زادة؟ لا مش تكمل شوية اخر مرة. لا لا بس عليك اللطف عليك انت قالوا لي غلاف سمح يا سي حسين فهمتي؟ يا حسين نحبك تغلف لي بالله تغليفه باهية برحمة بوك. ما عدتي حتى هناك الهريسة وجعتني قلت غلفني بشوية فيكس وفلي وترانجية شنو عندك الكل؟ لا نجيك دقيقتين كون بحثك راهو. باهي بالله بو احمد تعمل مزية تعطيني الوالد نتاعك برحمة بوك. الوالد خرجته. لا ماهوش خرج برحمة بوك يا بو احمد. خرجته. لا وكما خرج راهو تحكيش معايا باللغة هذه. جا ربي يا ابو احمد نسمع فيه. نسمع فيه. براس امك نسمع في عس الماكينه بالله ابو احمد. وراس نعتك غلط. بالله يا تبوك برحمه بوك يا تبوك برحمه بوك يا تبوك برحمه بوك انت مازه. اي انا مازه انا اي انا مازه انا لا تعب في مخي لا تعب لك مخك او بابا معك. باهي هلا شنو السلام عليكم. سلام يا سيدي احمد شنو احوالك؟ الحمد لله. شحالك والله اذا حسين تعبني راهو قلت من الاول ابو احمد. ها عليك ساعه كنت انا ونيس التاكسيس قال لي غلفت الكسوه عندكم ولا شنو؟ والله عجبتني الفينيسيوم تاعكم تغلفوا بالباهي ربي يعينكم. الحمد عايشك يبارك لك. ارى اللغه السمحه ارى والله وكان قلت له يا حسين من ساعه ابو عرفتني ولا ما عرفتنيش؟ لا والله لا. التهامي شكون؟ التهامي نتاع الديوان. لا والله لا عرفت. زح ابو احمد تفكر تفكر ايام زمان زح. شكون انت تو انا والله ما عرفت. باهي باش نزيد نذكرك شويه. باهي ملخص الحديث انا حكيت انا وياه قالوا لي غلفوا بالباهي تفهم فيها. والله عندي المعده مهريه وكل شيء وانا راني مستاوي قلت كان نجي تغلفني بشويه فلي وفيكس فرد مره. هي انت مش ندرك فيك على طول معك كان عايز حاجه تفضل قدام الحانوت. الو التهامي اون بيرسون معاك.